السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشني كتير كتير كتير. والنهاردة معانا أكل جميل جدا، وأكل هو اسمه فرنجي، يعني هي فراخ بس هي اسمها فرايد تشيكن، يعني فراخ. أنت بقى ترجم، أنت بقى فرايد تشيكن دي اسم الأكلة، يعني اسم الوصف. هي فراخ هي مقلية صح يا حاجة، معمولة كده زي البانيه صح يا حاجة، إنما هي اسمها كده وشكلها بصراحة ويعني شوفوا عاملة إزاي، يعني شوفوا عاملة إزاي، حاجه كده ايه برضو جديده، يعني جديد ده جديد نسميها فرايد. طالما هي كده فرايد انا احب انا كلام سؤال يا بنتي. فرايد الشكل خلاص. وطبعا جنبها بطاطس مقليه، والبطاطس دي يا جماعه نص مقليه عشان برضو الامانه، يعني شايف كيس كده نص مقلي. بطاطس شوفوا عامله ازاي، جميله جدا جميله جدا. اشتروها لا في الوقت ده من السنه، نشتري نشتري نص مقليه دي، الثانيه ما تبقاش كويسه. وهنا كولوسون. كولوسون ده الناس بتروح المحلات مخصوص، كولوسون بتروح المحلات مخصوص عشان تاكله، يعني احنا بنعمله احسن من اي محل اهو. الله 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 الله، يعني شويه ربع الطبق ده في طبق صغير كده كده اهو، صغير كده هتلاقي برقم رقم كبير. جميل، لا حلوه وفاهم، بس لازم تتعمل على اليد. لا والله جميل، بتقلب مرتين ثلاثه، جميله جدا اهو. وطبعا هنا بقى عندنا رز النهارده، رز مبهر او بالبهارات يعني، وهو شكله كده يعني جذاب قوي. لا 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 لا، الرز جميل ده فعلا اهو. الرز جميل قوي، بس كمان مش نفس النوع اللي احنا بنستعمله. لا لا، الرز جميل جدا، الشغل بتاعه حلو عالي جدا. الله، الله، الفراخ حلو، الفراخ حلو يا حاج. بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم على حاجه، كل ما افتكر اكلمكم فيها واكلمكم بفضل. الفراخ ده عشان تطلع كده بصراحه، يعني الفراخ ده عشان تطلع كده والله مستحيل ابقى مثلا جايلها بالخمس فرخات او ثلاث فرخات او فرختين او 10 فرخات، مجهود غير عادي، يعني لغايه ما درجه قلت لها احنا ما عندناش هنجيب الفراخ دي، لانها فعلا بتتعب جدا على ما تطلق، يعني تمسك الفرخه 5 فم، مش اسمها فم برضه، يعني 5 مرات غسيل، 5 فم غسيل بالدقيق والميه والخل والليمون، والدقيق والميه والليمون تاني، والدقيق والخل والليمون تاني، لغايه ما الفرخه بتطلع بيض بتبيض، بتبقى حاجه بيضه، حاجه بيضه، فرخ بتبقى بيضه من النظافه بتاعتها. احنا انا ما اعرفش اكل فراخ برضه خالص، لو انا كلتها بقى هتعب منها. فدي ملحوظه يا جماعه، احنا بنتعب جدا في عمل الفراخ. قلت لها انا ما عادش اشتغل الفراخ دي، ما عادش اشتغل الفراخ دي، بتتعبي، نجيب لحمه وخلاص وسمك وكلام من ده، انت تتبهدلي في الفراخ دي. فدي برضه يا جماعه، يعني انا بشكر مسهيله لله، والله بتتعب في الشغل ده عشان الحاجه تطلع نظيفه، وهي عندها ضمير، يعني عندها ضمير ازاي، مش بقى تكروت. يعني انا اعرف ان في ناس يوم ماسكين الفرخه كده وحاطينها في قلب الميه فتبقى فراخ سايطه، بيبقى لها ريحه ما شاء الله، يعني الله اكبر يعني. انما دي مسك، والله مسك، مسك يا جماعه.
يعني دي اقل حاجه الواحد يقولها يعني عشان يشكر المسايله والله. انت بتقول للبنات الصغيرين يعني تعلموا يشتغلوا ازاي الحاجه، لازم الفراخ تنضف كويس، اللحمه ما بتاخدش اي مجهود، انت بتجيب لحمه جاهزه. مش انا بنغسل اللحمه ولا بنغسلهاش حاجه؟ ها لا انا حلو قوي. يا جماعه انا ببقى سعيد قوي لما بعمل فيديو والله، ببقى مبسوط نفسيا ومعنويا وكل حاجه. الله بحرز جميل. لا ما تشوش بطاطس جاهزه دلوقتي. هي شويه نص مقليه دي. حاجة فخمة. اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده؟ عامل ازاي الفراخ؟ ازاي؟ احنا بصراحة يا جماعة يعني الناس بتتغدى مثلا الساعة 12 الساعة 1، أنا عندي استعداد أتأخر في الوقت نص ساعة زيادة، نص ساعة كويسة مش كتير، إن أنا أقطع بالمجهود وأقطع بالمستوى ده من الأكل الجميل ده. بس كمان اكل كله بيشد الكلام، مفيش حاجه انا محتاج اكل اللي وادوس في ايه. عسل قوي. عسل قوي. في مصر هي الاستاذ سمير غانم الله يرحمه، انا راي انا رايس واخويا رايس، فالمثل ده بينطبق على ناس قاعده جنبي هنا. وكل واحد عارف نفسه. الفرد حلو. بتتعب فيها والله. السمك والفراخ. السمك والفراخ. السمك والفراخ. هو أسهل. أسهل من كاتب برضه. راجل اسمه أحمد عبائي.
الممثل عامل مسرحيه اسمها اللوكاندر نخرب بيت بخيل فيها يا جماعه، الله اكبر، ما بحبش البخل ابدا. وبعدين تركيبه البخيل ده بنته عارف مش هي عارفه ان بابا بخيل بس ما تقدرش، هي نفسها طلعت زيه نفس الامشي. حاجة انا ما بطولش في الفيديو، فعايزك يعني لي اكبر كم ممكن من الصينية دي. انت ميت فخ تاني من حلاوتي. الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه جميل جدا جدا بجد، اكل حلو، اكل معمول باخلاص وبنيه يعني بحب، لازم تحب يعني من اول ما الفرخه تتذبح انت تحبها وتمسك الفرخه تعملها كم فم وتروق عليها وتظبطها وتديلها كل عاطفه حلوه عشان تطلع بالحلاوه دي. واشكركم جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.